السلام عليكم ورحمة الله، والكتاب اللي كل الدنيا بتسأل عليه الأبرار في التأسيس المستوى التمهيدي من 3 لـ5 سنين. كل الناس بتسأل من ساعة ما نزل، ايه محتواه؟ أميرة نزلي محتواه، أميرة ورينا كتاب من جوه، أميرة بعتلنا الفيديو. طب يلا بقى نعمل الفيديو عشان نشوف الكتاب من جوه عامل ازاي. اول ما نفتح الكتاب من هنا، الكتاب فيه اللي هي مشتملات الكتاب: التدريب على مسكة القلم بإحكام، وتمرين الأرقام من 1 و10 وإتقانها، وتدريبات مكثفة وأيهم أكبر وأيهم أصغر، والترتيب التصاعدي والتنازلي، كمان مقارنة الأرقام والجمع والطرح بالصور والأشكال الهندسية ولكن شفوية. تعالوا نشوف الكتاب من جوه. هو ده طبعا جايب الحروف بشكل كبير لأنه تمهيدي يا جماعة. أهو وبعدين توصيل الاعداد، طبعا ماشي الاعداد لغايه 10، وجايب رسومات، جايب تلوينات كده سقنططه، وبعدين جايب لي الجداول بقى على صغير شويه ان الخط يصغر شويه اهو لغايه الارقام لحد 10، وبعدين اكتب الرقم الصحيح والتمارين على الفواكه والاشكال الهندسيه، وبعدين وصلنا ل 12 13 وتقييم لحد 14 16 17 وتقييم، وصلنا ل20 وتمارين يا جماعه، وحوط على العدد الاكبر وحوط على العدد الاصغر، عد ووصل واكتب الارقام او عد واكتب الرقم الصحيح. كل ده تمارين فيه خلاص حلو قوي. بعدين جايب لي بقى ايه سطور كده عشان نراجع تاني الارقام. لا الكتاب عامل شغل حلو قوي قوي قوي، بحب الكتب اللي فيها فكر من المنظر الجميل ده. كتاب فعلا حلو جدا، تمارين حلوة قوي لحد تقريبا رقم 20 اهو، اكتب اكبر منه واصغر منه، وعمل لي جزء للحصة وجزء للواجب وتمارين كتير جدا. انا كده خلصت الكتاب. ملحق التقييمات لقياس مدى التحصيل والاستفادة من الكتاب، معمول في الاخر حوالي 10 تقييمات اهو. التقييمات دي كلها دي خلاص احنا في اخر الكتاب اهوت. الكتاب عامل حوالي 120 صفحة تقريبا، والكتاب اهو 119 صفحة بالظبط. الكتاب يا جماعة عامل سعره 70 جنيه، اطلبوه مني، اطلبوه من مصر، من الفجالة. الابرار 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 مكسر الدنيا.